لو أردنا أن نختصر السؤال في جزء واحد من هذه الأجزاء الثلاثة، كيف ننطلق من جديد هذه الأمور؟ بأن تكثر نقاط مثل إيران وحزب الله وحماس في كل مكان، عناصر القوة في كل مكان، عناصر الانبعاث، الإيمان بالثبات، الإيمان بالكذا، عدم الهوان، لا نهين أمام الخصم، ونمتلك ثقة في أنفسنا أننا لسنا بشرا دون غيرنا. انظر نجاح الأفراد المسلمين، عندك علماء مسلمين في كل ما ينجحون كأفراد، المجتمع هو الذي يعطلهم، تقوية عناصر القوة. أيوة. نحن ننظر إلى إيران، كل وصلة في السماء ترسل صاروخ في كذا في كل مكان، ولكن أريد أذكر حادثة بعجالة. تفضل. بعجالة أخيرة، ذهبت أزور الإمام رضا في مشهد، و باختصار لحكاية، يعني أنا شوية درويش بمعنى، فهمت المهم. نعم. أردت أن أقبل فيه الخدام تاع الحرم. نعم نعم. أردت أن أقبل صلاة الصبح قبل من ودع، حبيت نقبل يد تاع الخادم هذاك، لأنه حبيت ننظف التواليت. نعم. محكو يعني إيه، قال لي لازم تستنى 6 شهور باش يصح لك باش تنظف التواليت. يتشاجروا تنافس، يتسابقون من ينظف الحرم. فحقرت نفسي، قلت انت حاسب روحك يعني بشيء. رجيت نقبل يده، مسك يده هكذا، بعد تسلم عليا، قال لهم من معي 3 طلبة إيرانيين، قال لهم من هذا؟ قالوا الأستاذ كذا، قال روحوا هناك. ذهبنا هناك، جانا رجل قال شو ما ميداني إن أغاكي هاست، أنت تعرف من هو هذا؟ قلنا خادم. قال بالي خادم هاست، بالي نعم خادم، ولي هذا الرجل خادم هذا، الجنرال منعني أن أذكر اسمه، رئيس باسداران، رئيس الحرس الثوري، خادم بين 2000 من الخدام، يكنس يكسر نفس موت في المغفل مجهول الاسم. قالي يوم يكون عندنا مو جنرال، يوم يكون عندنا غير قبطان، يتواضع للناس، يذل نفسه ويروح يكنس جامع، مش جامع الإمام الرضا، يعني يكنس جامع، احنا ذاك من بعد يكون عندنا الناس. هذا ربما كلمة الى وزرائنا وضباطنا ورؤسائنا.